فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. من السنن عندنا حديث البخاري، نعم، باب ما يتنزه من الشبه من الشبهات. ما زلنا مع المعاملات وبيتكلم على العقود التي فيها شبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ساقطة مسقوطة فأخذها، هو نفضها في رواية وأراد أن يأكلها، فقال: ولولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرد تمرة ساقطة على فراشي. ولما أخذ أيضا الحسن تمرة قال له: كخ كخ، وأخذها منه. قال: هذه أوساخ الناس، حرم على آل محمد الصدق. حبيبي كم بقي معنا؟ ممكن 10 دقائق وأطلع ولا تريد الآن؟ طب اسأله بس لو كده عشان تيجي تقول لي عشان أطلع على طول. أنا ماشي حبيبي. فهنا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ماشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصا، وقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. ونحن نحب علماء المغرب وأهل المغرب الذين هم أتباع يوسف بن تشافين، ولن نترك المغرب يخطفها لنا أتباع ابن تومرت. نحن في حرب ضروس مع المغاربة أتباع ابن تومرت، ونحن تحت راية سيدنا وراية عالمنا وراية شرفنا الرجل الأسد المغوار للإسلام يوسف بن تشافين. ولن نسكت عن المغرب إلا أن تكون مع يوسف بن تشافين بإذن الله تعالى. قال: لولا أن تكون صادقة لأكلتها. وهذا أراد بها الإمام العلم الإمام البخاري، أراد بذلك كما قلت أن العقود التي فيها الشبهة لابد أن يتورع المرء عنها. وقلت العروض التي أو العقود التي فيها بعض الشبهة إلى مسائل وسائل الربا، وسائل الربا التي يعني فيها حسم المادة والسد الزريعة من المالكية، بل المالكية توسعون في ذلك، حنبلة يتوسطون صراحة في باب حسم المادة وسد الزريعة، لكن هو أتى بهذا الحديث ليبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط وتورع وترك، كما قال حسان بأن الورع أيسر ما يكون، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك أثر حسان أخرج ابن عيمان محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو ابن أحمد ابن عمرو، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو رستة، حدثنا زهير بن نعيم البابي قال: اجتمع يونس ابن عبيد الله وحسان ابن أبي سنان يعني أبا عبد الله. خليكم معي هنا ندخل إن شاء الله عندكم نكمل ونمشي على طول، بس نقول الحديث تفضل فيه. طيب هنا كما قلنا بأنه حديث أثر حسان، قال حسان: لكن أنا ما عالجت شيئا أهون علي من الورع. قال يونس: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. ثم روى بإسناد عن حسن عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: كتب إلي ضمرة عن عبد الله بن شوذب قال: قال حسان بن أبي سنان: ما أيسر الورع، إذا شككت في شيء فاتركه. ولذلك الرواية عندنا في هذا الباب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث صح عن الحسن بن علي. وقال الترمذي: الحديث حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وشهد حديث أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. نحن لنا سيئات تسيئنا ونستغفر الله ونريد أن نتوب منها، ولنا حسنات نفرح أن الله وفقنا إليها. هذه من معالم الإيمان، هذه من معالم الإيمان. وروى محمد بن أسلم في كتاب الربا من حديث فيه ابن لهيعة عن يزيد بن سويد ابن قيس عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عما يحل له: ما أنكر قلبك فدعه، ما أنكر قلبك فدعه. ولذلك أتى المصنف بحديث المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال إن هذه مرأة سوداء زعمت أنها أرضعتنا، قال: دعك عنها أو دعها عنك. قال: كيف وقد قيل؟ يعني ابتسم وعلى الأساس أن هذا من الورع، وحديث احتربي عنه يا سودة. نعم. ولذلك ورد
في الترمذي بسند فيه ضعف ولكنه موقوف صحيح. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. كل ذلك ما جاء إلا لإظهار أن المشتبه فيه في البيع والشراء من الورع تركه، لكن الورع ليس ملزم. الورع ليس ملزم، يعني لو هناك عقود مشتبه فيها فإنني لا أستطيع أن أحرمها على الناس، لأنه لو قال لي الأصل في العقود الحل أقول له الحق معك. نعم الحق معك، الأصل في العقود الحل. الفوائد المستنبطة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. الجمع بين الرواة أولى من الترجيح. عليكم السلام وبركاته، ما أفضلكم، أحسن الله عليكم. الصدقة لا تحل لآل محمد، الصدقة لا تحل لآل محمد. والورع غير ملزم، والورع غير ملزم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.